وصلنا لفقرة سلامتي. بما أنه الطلاب والطالبات أمانة في أعناقنا أكيد، وفي المدارس الغالية أمانة عليهم حفظ الطالب والطالبة من المخاطر اللي ممكن يواجهونها خلال المرحلة الدراسية، لكن أكيد نحاول توفير جميع وسائل الأمان لهم في المدارس، وتقوم بعض المدارس بتدريب الطلاب على طرق الإسعافات الأولية. فهل التدريبات كافية للاعتماد عليهم عند وقوع حادث سواء لهم أو لأحد زملائهم، أم تلك مسؤولية تفوق قدراتهم؟ أكيد هذا الموضوع رح نناقشه أكثر عن الإسعافات الأولية المدرسية والحالات اللي ممكن يتجنبونها الطلاب وممكن يسعفوا فيها زملائهم الطلاب أو أنفسهم، مع ضيفتنا في هذه الفقرة الممرضة الجازي آل طلال. يسعد صباحك يا هلا. أسعد إياكم. الله يصبحك بالخير. يعني بداية زي ما قالت فادي، يعني موضوع جدا مهم، خاصة أن الطلاب يقضون ثلث يومهم تقريبا في المدرسة. صحيح. السؤال يعني وش أكثر الحالات شيوعا اللي ممكن يتعرض لها الطالب في المدرسة، خاصة من ناحية الصحية؟ من ناحية الصحية دائما يعني تكون الأمراض المزمنة مثل السكري، مثل الصرع، فقر الدم، وأحيانا وقت فترة الاختبارات سوء التغذية بتكثر فيها حالات الدوخة. فهنا المفروض أنه أكيد يعني معلماتنا مرشداتنا عارفين كيف يتعاملوا مع الطلاب، لكن يفترض أنه زملائنا اللي هم معانا في وقت الحادثة يعرفون كيف إحنا نساعد صاحبنا لما يكون عنده مشكلة في ذاك الوقت. يعني جميل. طيب خلينا نتكلم من ناحية، مثلا أنت ذكرت الأمراض المزمنة مثل السكري وغيرها، برضو بالنسبة للأطفال اللي يعانون من الربو ومشاكل الذبحات الصدرية وغيرها من هذه التفاصيل، كيف أنه ممكن نكون ملمين كطلاب وطالبات أو حتى كمنسوبين للمدرسة يعني بالإسعافات الأولية الصحيحة، خصوصا أنه في مثلا مغلوطات في بعض الإسعافات الأولية وطريقة اللي هو تعلمها أو تنفيذها؟ صحيح، زي ما قلت لكم يفترض أنه هو دائما وقت الحادثة صديقي هو الأول معاي يكون، فأول ما يلاحظ تغيرات يكون يعني في وعي يكون في نفس المدرسة أنه كيف نعطي طلابنا أنه مثلا مريض الربو إيش ممكن يتغير، أو شيء بيحس حالة كتمة تغير اللون ما راح يقدر يتكلم، هنا أنا على طول أنادي المدرس أنه يساعدني في الحالة هذه. يعني يعطيكم العافية. أول شيء في الكادر الصحي من جانب التثقيف والتوعية، كمان الدورات تقدمها هيئة الهلال الأحمر بشكل يومي ومجاني أكيد طبعا للجميع، لكن السؤال دور المدرسة في التثقيف والوعي سواء الكادر التعليمي أو حتى تثقيف الطلاب أنه فعلا خاصة بالأشياء الأساسية اللي هي مثلا الأشياء اللي ممكن تساعد مثلا في حالات الإغماء، الحالات اللي ممكن تصير عشان الطالب يقدر يساعد زميله في نفس اللحظه. ودائما يفترض يعني من الخدمه الاجتماعيه في المدرسه انها تسوي نشاطات تمثيليه، انه لما احد يدوه كيف احنا نسويه، كيف نشوف النبض يعني احنا نساعده، لما يكون مريض السكر لازم نشوف العلامات اللي هي برزت لنا مثل التعرق، مثل انه خلاص ما يقدر يتكلم طاح، هذه من علامات السكر يعني، فانا كيف انقذه انه احط حلاوه تحت لسانه وعلى طول أبادر أنا هذا المدرس، مو شرط أنه أنا اللي أحط الحلاوة كذا، لا الثاني نفس الشيء هو اللي يروح يركض ينادي المدرس. هنا نكون يعني قدرنا نساعدهم يعني تقريبا 95%. غير كذا يعني من الدورات التثقيفية اللي تقدمونها، أتمنى أنا فعلا من وزارة التعليم برضو اللي هو وزارة الصحة أنه توفير ممرض أو مختص يعني طبي بالمدرسة يكون متواجد، بحيث أنه ممكن بعض الحالات الحادة خصوصا الأطفال يعني مرحلة الابتدائية يمكن ما نقدر نسيطر عليهم. صحيح. لعب ممكن سقوط، بعض السقوطات يعني تكون فيها جروح دامية أو غيرها من هذه التفاصيل. خلينا نعرف مثلا الأساسيات لما تكون في حالة مثلا سقوط أو جروح أو حروق مثلا لا قدر الله، كيف ممكن نتعامل مع الطالب أو كيف ممكن نعلم الأساسيات في الإسعافات الأولية المدرسية؟ نعلمه أنه مثلا لو طاح على حاجة حادة ما نشيل الحاجة الحادة، أنه لو شلتها راح ينزف، فأنا كذا أنه أذيته أكثر ما ساعدته. فنفس الشيء يفترض أنه أنا أرفع صوتي بصوت عالي، صاحبي ساعدوني النجدة أي شيء بصوت عالي بحيث أنه يلفت النظر له. وزي ما قلت يعني مهم جدا 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 أنه إحنا نعطيهم محاضرات تمثيلية، لابد يكون تمثيلية عشان تترسخ في العقل، لأن بالكلام صراحة يعني ما راح يعني مرة يفيد، بس بالتمثيل راح تصل لهم الفكرة يعني 100%. طيب بالنسبة لانتقال مرحلة لمرحلة، خلينا نقول مرحلة ابتدائية أو بداية المرحلة الابتدائية للمرحلة المتوسطة غيرها المرحلة الثانوية، هل يفترض يكون مثلا في كشوفات معينة توضح مثلا الحالة الصحية، يكون إدارة المدرسة أو المرشد الطلابي أو المسؤول عن الطلاب يكون عارف الحالة الصحية للطالب هذا بحيث أنه يكونون
جاهزين للتعامل مع أي صحيح. حالة ممكن تصير له. يفترض كل طالب طبعا بمساعدة الأهل أن نعرف حالته الصحية ويكون عنده ملف طبي. يعني هو عنده ملف مدرسي نفس الملف يكون في جزء ملف طبي أن ولدي الفلان الفلاني يعاني من مرض السكر دائما يعني يتعرض للانخفاض دائما يتعرض يعني مو شرط السكر للانخفاض أحيانا تكون ردة عكسية ارتفاع فيكون هذا الملف مهم جدا وأنه كل المدرسات يعرفونه ولما المدرسة تعرفه لازم الطلاب كمان يعرفونه ممكن تسبب حالة إحراج للمريض لكن ستيل هو مفترض أنه حتى اللي بالصف يعرفون عنه صح. جميل ويعني برضو كمان ما يكون في تهاون يعني الجازي موضوع اللي مثلا بعض الآباء أو الأمهات مثلا ممكن يتحرج من وصف حالة الطفلة مثلا بملف الصحي أو ممكن حتى بعض الطلاب هو اللي يعبي الملف الصحي يعني صبت. بدون حتى ما يكون في إشراف من الأهل أو حتى من المدرسة فكيف ممكن يكون التعامل فعلا لما نبغى نثقف ونزيد الوعي من خلال مثلا هذا يعني من هذه الفقرة نحب يوصل صوت الجازي مثلا انه في خطوات معينه او طرق معينه تزيد من الوعي للطالب والطالبه وبرضه كمان للاباء والامهات في هذا الموضوع. للاباء والامهات دائما في المدرسه يكون يوم الاباء او الامهات يعني هذا جدا مهم انه مو بس انك تعرف مستوى الدراسي لا انا ابغى اعرف عن ابنك انت تجي تعلمني ابنك كذا 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 مثلا انا ابني وقت الاختبارات في كثير جيهم حالات صرع مع ضغط الاختبارات فهنا الأم أو الأب نبهنا فإحنا نكون مركزين هذا الفلان كذا 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 نفس الكلاس راح يكون في كذا من مدرس أو مدرسة أنهم يشرفون عليه فيكونون مركزين معه لو صار شيء أو ما شيء يعني يجازفون الحالة هذه غير أنه يعني أنا أنصح يعني كممرضة وكل كل مدرسة يكون فيها طاقم طبي يعني يكون من 2 أو 3 أو ممرض ودكتورة هكذا يعني. طيب جميل طيب الجازي خلينا نسألك عن مثلا موضوع الإسعافات الأولية هل في نوع معين مثلا أو مثلا طريقة معينة في الإسعافات الأولية يفترض تكون موجودة مثلا نوع الدورات اللي يفترض تكون عند المعلمين أو عند بعض الطلاب أنه مثلا خاصة مرحلة الثانوية إيش نوع الدورات اللي يفترض يأخذونها في المجال؟ المعاش الرئوي يفترض الكل مو بس الثانوي يفترض الكل أنه أعرف كيف أنا أسوي الإنعاش يفترض كل واحد يكون عنده بطاقة إنه هذا الشخص خذ الدورة واجتازها بنجاح نكون عارفينها كلنا يعني أهم دورة للإنعاش الرئوي وإيش غيرها طيب من الدورات اللي ممكن يأخذها الشخص مثلا حتى إنه يتفادى بعض الأخطار أو المشاكل مثل يعني الجروح السقوط هذا السقوط دائما يعني مصادفة مستشفانا دائما يعني في اليوم فوق 50 حالة سقوط فقط يعني فهذه لازم نعرف كيف يعني زي ما قلت لك لما يكون في جرح أنا ما أشيل الآلة الحادة اللي دخلت فيه أو أنه طاح وانكسر أنا ما أحركه لأنه أنا قاعد أضاعف الكسر يعني فمهم أنه قبل كل حاجة التعاون عند الحالات الحرجة. جميل طب أهمية شنطة الإسعافات الأولية تواجدها مثلا بكل صف أو مثلا حتى شرح مثلا أدواتها وطريقة التعامل مع مثلا واستخدامها يعني مع الطلاب والطالبات خلينا نتكلم عن أهمية شنطة الإسعافات الأولية وأهم ما يكون فيها يعني عشان نزيد برضو الوعي وحرص برضو منسوبية التعليم تواجدها في كل صف. طبعا تكون مرة مهمة أن نشرح لهم حتى لو مو عارفين اسم الدواء أنا أشرح لهم اسم الدواء ممكن أشرح لهم إيش تركيبته هذا إيش يسوي في الثانية الدواء اللي أنا راح أعطيه المريض إيش يسوي في الثانية ممكن يرجع للنبض في الثانية يعني فأنا لازم إنه أبين هذا الدواء كذا الإبرة كذا مقاس الإبرة كذا الجهاز التنفسي يكون كذا الطفل مقاس البالغين مقاس كبار السن مقاس هكذا يعني لازم هذه كلها يعرفونها ومنها تكون ثقافة لهم يعني. طيب جميل نبغى في ختام الفقرة وهذا موضوع جدا مهم خاصة للأمهات والأباء وللمدارس بالتحديد والمعلمين يعني نبغى منك الجازي رسالة أو نصيحة أو توجهين كلمة للأباء والأمهات وللمعلمين في نفس الوقت عشان نحافظ على صحة الطلاب لأنه بعض الأحداث إذا ما تعاملت معها بسرعة ممكن الموضوع يتضاعف ويأخذ مجال أكبر ومدى أكبر نصيحة توجهينها لهم. والله شوف هو كلهم من أباء ومدرسين مشرفين ما راح يقصرون بإذن الله يعني إن شاء الله. بس إنه نذكرهم انه لازم يعني انا كأم انا كأبو لازم اني انا اراجع على المستشفى مو بس على المدرسة اي تعليق اي حاجة على
على الطالب أنا ما شفته من الأم ما قالتها لي، أنا أتواصل مع المعلمة وهكذا. يعني لابد أن يكونوا حريصين عليهم بالذات الأمراض المزمنة لابد. جميل، يعطيك العافية. يعافيكم طلال على تواجدك معنا وشكرا على وقتك. شكرا لكم، يعطيكم العافية. يعطيك العافية، يعني نسأل الله السلامة لنا جميعا.